النادي. يبقى انا لما مؤاخذه قطاع الناشئين ما هو عايز متابعه، قطاع الناشئين راجل بيعمل اللي عليه بس محدش بيتابعه. فاحنا طالما مصر بقول لك اهو بقى له صوتي، مفيش متابعه في اي مجال يا جماعه، المنتج هيبقى مش كويس. انت دلوقتي جبتني، فين اللي بيراقبني؟ فين اللي يقيمني؟ ما هو مفيش تقييم. فطبعا المفروض ان انا كمدير فني لازم يبقى لي واحد يوجهني او واحد يتعامل معايا ليه دي وعشان ايه. هما الكابتن رضا يعني احنا يعني هقول ايه، ادى للنادي بس برضو المنظومه ما ساعدتهوش. هما لما هو اللي بيقول لك اتبغدد اتبغدد، ما هو انت لازم توجهني. هو في مدير فني مش عارف حسام البدري ده ولا النهارده مؤمن سليمان ولا لازم الاداره لها توجه. في سبوت عليك. انت معايا النهارده وبقولها، احنا كنا يا عم مصطفى كنا بنقول الصعود الصعود وصرفنا فلوس كذا 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 كذا، ايه المحصله؟ ليه النهارده؟ ليه انا يا جماعه عيب، انا مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم. نادي الجمهوريه مرتب المدير الفني 30,000 جنيه ليه؟ وخد دي ليك بقى وبقولها 100 خط. مش هيصعد نادي الجمهوريه الا بولاده. انا بقولها الاقاليم بالذات سواء المنصوره جمهوريه شيرين، في ناس لها خصوصيات هتقعدوا تروحوا تجيبوا لي من هنا ومن هنا، مش هيشيل الخرى النادي ده الا ولاده، ومش هيصعد النادي الا ولاده. يا معالي الوزير انا اثرت قضيه مهمه جدا، استاد شيبين حرام ان يتقفل بقى له سنتين اتنين مفيش طوبه اتبنت فيه. ليه؟ الدمار اللي موجود داخل استاد شيبين، احنا مش اقل من اي بلد في داخل جمهوريه مصر العربيه، احنا مش احسن. برج العرب النهارده منتخب مصر بيلعب فيه، السويس فيها ثلاث ملاعب رئيسيه، بورسعيد احنا فين؟ انا قدمت اقتراح يا سياده المحافظ، عايزين قرية أولمبية سواء في مدينة السادات والأراضي هناك متوفرة أو وسنا في المنطقة الصناعية. وبقول لسيادتك حرام اللي بيحصل في استاد شيبين الكوم، وأنا مش هسيب الموضوع ده، موضوع حيوي، وإحنا عيب إن إحنا نسيب استاد شيبين بالطريقة دي. وأنا طالب سيادتك زي ما طلبت في المؤتمر إن إحنا بنحول الناس اللي مسؤولة لغاية دلوقتي بقالنا سنتين ونص، والنهارده الحاجة اللي كانت هتتعمل من سنتين بخمسة قروش، المناقصة كانت بخمسين مليون يا سيادة المحافظ، النهارده بيتكلموا في 180 مليون، لو كنا بدأنا من يوميها كنا النهارده خلصنا الاستاد، وفرنا مال عام للدولة، والنهارده عيب إن محافظة منوية واستاد شيبين ويجي مدير فني يلعب الفرقة بتاع البلد في بنها والمنوفيه ما فيهاش ملعب يصلح لاقامه مباراه عليه. انا بقول دي قضيه وانا اتبناها، انا ما بكسفش. احد اعضاء مجلس الشعب يا سياده المحافظ رد عليا في وجودك وقال انا متبني الموضوع ده، وطبعا ما فيش حد عمل حاجه. انا مش هسكت لان انا يهمني، انا امين عام نقابه، والقضيه دي مش بتاع خميس، ده تخص الشباب. وانت يا سياده المحافظ معلش انت اخ، وانا انت عارف المعزة سيادتك عندنا، انا بقول لسيادتك يا سيادة المحافظ قرب من الرياضيين وقرب من الرياضة عشان ننهر اسم محافظ المنوفية في الرياضة.